تقدرش تقول لي بقيت برنامج شغال اوبجكت، انا اوبجكت، والشاشه اوبجكت، كل حاجه اوبجكت،
لو خليت نظام البرامج اشتغل اوبجكت بار ده هيسهل علينا موديل وحل مشاكل الانتاج للبرنامج. تمام؟ اوكي. برنامج اوبجكت اورينتد بيتكون من ايه؟ زي ما قلت بيتكون من بروسيس. تمام؟ يعني لو ده برنامج سي هيبقى ده برنامج مثلا نقول اوبجكت اورينتد يعني جافا او سي شارب. احنا هنعمل ايه؟ سي شارب يعني اتجاه سي شارب. البرنامج هيبقى عباره عن كلاس. الكلاس عباره عن شويه فاريبلز وشويه فانكشنز او ميثودز بتتعامل مع الفاريبلز دي. فانكشنز هنسميها ميثودز يعني للتسهيل او يعني اسم الترنيتيف يعني للفانكشنز بتتعامل مع فاريبلز دي. فيها مثلا كلاس بقى ممكن يبقى في كلاس برضه فيها فاريبلز بتاعتها وفيها فانكشنز بتاعتها. اوكي؟ كروس تري كروس تو. بس هنا زي ما في مين؟ هنا برضه لازم يكون في حاجه مين برضه؟ لان البرنامج اول ما يشتغل يرفع ده شيء اساسي. ما اول ما يشتغل مش عارف يطلع ولا كروس تو لا هيروح لكروس اسمها بروجرام وفيها فانكشن اسمها مين؟ دي ممكن برضه فيها فاريبلز ممكن لا. اوكي؟ هيروح يشغل المين اللي هو كلاس بروجرام. تمام؟ ده كده تركيب برنامج سي شارب. بيشتغل ازاي بقى؟ يعني انا هو مفتاحه بيعمل ايه؟ اوكي هو بيروح للميل. تمام؟ الميل بيبقى فيها كرييت اوبجكت من الكلاس دي. اوكي يعني نقدر نقول ان الكلاس زي ما يكون استمبر. استمبر بعمل منها اوبجكت. كتوضيح اكتر لمعنى الاستمبر في مثال كده زي ما يكون في مصنع او في مطعم نطبع فيها اختبارات. تمام؟ المطعم عندي زي المطعم بتطلع ورق. تمام؟ يعني دي كان مكان اختبار بتطلع ورق استمرار. الاسطمبه اللي انا بطبع فيها اللي هي الورق تتحط والاسطمبه بتنزل عليها تطبع الكلام اللي على الورق. تمام؟ نقدر نقول ان الكلاس هي الاسطمبه دي والورقه هي الاوبجكت. يعني ايه؟ يعني الورقه تعتبر اوبجكت للكلاس. نسخه منها نسخه منها نسخه قبل ان هي تشتغل. تمام؟ مثال تاني في العالم بتاعنا عندنا في اوبجكت كتير هنصنفهم لكلاس. يعني نقول البني ادم ده كلاس. في منه نسخه اللي هو انا، في منه نسخه اللي هو انت وانت، كلنا نسخ من الكلاس بني ادم. اوكي؟ المفروض كده الكونسيبت بتاع كلاس اوبجكت ده في حاجه هناك. هو الاستراكشر كونفجريشن هو شويه اذا كان موديل المشاكل موديل المشاكل في العالم بتاعنا كعالم اوبجكت اورينتد لو عارف الاثنين انك تعمل موديل البرنامج فانكشن وبس. اوكي ارجع برنامج اوبجكت دي محتاجه العالم بتاعنا تبقى عالم الاثنين العالم طبعا اوبجكت. فلما برنامج يبقى ضخم على اوبجكت زي ما تحب مثلا تحل مشاكل او تحاول تتصرف لبرنامج. تمام؟ طيب العلاقه بين الاوبجكت والكلاس جزء دي مهمه جدا. طيب ولا سريعا الكلاس عباره عن اسطمبه او هيئه فيها شويه فاريبلز وميثودز بعمل منها اوبجكت لما اجي اشغل الفاريبلز. يعني لو دي كانت كلاس بني ادم هنلاقي فيها ايه؟ هنلاقي فيها مثلا نيم ايدج ادرس مثلا يعني هتبقى فاريبلز بتاعت بني ادم. الفانكشن بتاع مثلا ايه مثلا ياكل ويشرب وحاجات كتير يعني. فالفاريبلز هي صفات البني ادم. الميثودز هي الحاجات اللي بيقدر يعملها. اوكي؟ اوكي. لما اجي بقى اشغل البرنامج انا محتاج اعمل شخص او هنخلي في عندي برنامج شخص مش فارق الاسطمبه. الاسطمبه دي مش كفايه عشان اشغل البرنامج. هي مجرد بروتوتايب. يعني زي ما يكون
بروتوتايب. ايه الصمت؟ الصمت ما ينفعش تبقى زي يعني لازم اعمل منها ايه او اوبجكت جوه ميه عشان اقدر استخدمها. اوكي طيب في مثال بقى كده ازاي؟ في عشان تعمل اوبجكت من الكلاس دي كلاس ممكن عايز اعمل لها اوبجكت
احط واحد في مطعم واطلع بره هتبقى حاجه بالشكل ده. اوكي دي مين خلاص. هنبدا بقى نعمل اوبجكت من الكلاس ماتريكس بتاعتك ازاي؟ شيل ده بقى. اوكي حد اسم الكلاس اللي هو ماتريكس مش كان اسمها ماتريكس من طرف ولا تاني كان اسمها ماتريكس حد مش اسمها ماتريكس وهسميها هسميها ايه مثلا؟ ماي ماتريكس اي اسم تمام؟ وبعد كده هقول السطر اللي بعده ماي ماتريكس دي انا لسه عاملها حالا هتسمي نيو اوبجكت من كلاس ماتريكس تمام؟ هو سنتكس كده اول حاجه بعمل ماتريكس واسميها وبعد كده اقول اسمها ده هو نيو اوبجكت من كلاس ماتريكس. ده معنى السطر ده اللي ماي ماتريكس بتاعتي هي عباره عن نيو اوبجكت من كلاس ماتريكس تمام؟ تمام. طيب عايز تستخدمه بقى؟ يعني انا كده اوكي انا بالظبط اللي عملته دلوقتي نزلت الورق وطبعت طبعت ماتريكس على الورق بقى عندي هنا اوبجكت عايز تستخدمه بقى وانا عامل ايه؟ اول عايز ابقى داتا يعني الماي ماتريكس دي بتخزن جواها داتا هقول ماي ماتريكس دوت دوت داتا عشان اكسس الفاريبل واقول اسم الماتريكس بتاعتي دوت اسم الفاريبل فهقول ماي ماتريكس دوت ام داتا ايكوال نيو وكده بحط الداتا هي نيو انت جربت عشان اري وكده وبعد كده تيجي املاها بالارقام 1 2 3 املاها ارقام يعني كده انا مليت الداتا. طيب عايز اعمل انفيرس للماتريكس دي ببساطه اقول ماي ماتريكس دوت انفيرس اعملها انفيرس اوكي وبعد ما اقول ماي ماتريكس دوت ترانسبوز تمام كده يتفهم ازاي بنعمل اوبجكت ماتريكس بنعمل اوبجكت وبكتب اسم الاوبجكت بتاعي وبعد كده اقول الاوبجكت ده هيبقى نيو هيبقى الاوبجكت من كلاس ماتريكس اللي هم السطرين دول تمام؟ وبعد كده عشان اكسس الفاريبل بتوع الماتريكس بقول اسم ماتريكس دوت اسم الفاريبل وبعد كده ايكوال كذا 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 تمام؟ اوكي وين كلاس ماتريكس ده ايه؟ بتاعت المثال اللي فات. طيب المربع ده المربع ده يعني ايه اختصار الكود؟ هو الفيديو الكود دي بيتيح لك خاصية انك تختصر الكود، يعني بص عليه بسيط هيفتح لي الكود اللي جواه. هو بص انفيرس انا مش عامله بيعمل انفيرس فعلا الماتريكس، انا مجرد ما بيكتب على الشاشة ماتريكس از انفيرس. اهو كونسول دوت رايت واي ماتريكس از انفيرس. طيب نشغل البرنامج ونشوف، انا دلوقتي مش بنده على الدرس نشغل ونشوف. لا هو فيجوال ستوديو الواحد بيحس انت كاتب فانكشن او كلاس ممكن تكون عامل علامه ماينس تي في فوقها اوتوماتيك دوس عليها هيجيبها لك مختصر الكود. ممكن بس يعني هو مش معقد بس ولا لك قدام اوكي يعني هو اختصارا للكود هو بيعمل المسافه هتحط الفيجوال ستوديو بتقول لك علامه ماينس تي حتى لو عايز توفر مساحه في التكست اللي بتاعك دوس عليها هتكتب وتعمل مع الحاجات التانية توفير المساحة يعني، أوكي؟ فلو دوست دبل كليك على دي أو دوست بلس دي هي هي أوكي؟ فلو شغلنا إيه اللي حصل؟ قال لي ماتريكس إز إنفيرتد ماتريكس إز ترانسبوز ليه؟ عشان أنا بالظبط أنا في المين روح مليت الداتا بتاعت الماتريكس وبعد كده قلت له ماي ماتريكس دوت انفيرس جيت بعديه ماي ماتريكس دوت ترانسبوز. طيب لو هنعمل تريسنج للكود يعني ايه تريسنج؟ يعني نمشي مع الكود خطوه خطوه نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. اوكي دي من اقوى الحاجات في فيجوال ستوديو التريسنج بتاعه كويس يعني. اوكي كده البرنامج اشتغل وقف عند السطر ده هو ما كملش يعني هو اول ما البرنامج اشتغل وقف بيقول لي بقى شوف انت القيم بتاعت الفاريبلز عامله ازاي مين بيفتح على مين البرنامج شغال ازاي هنمشي على البرنامج خطوه خطوه نشوف شغال ازاي. اوكي ادفع 10 عشان نمشي السطر اللي بعديه هو كده وقف عند اول الميل كده البرنامج لسه شوف بقى عرف
ماي ماتريكس. وبعد كده اقول ماي ماتريكس ايكوال نيو اوبجكت من ماتريكس. لحد دلوقتي ماي ماتريكس ما بتسويش حاجه لان السطر ده لسه ما اتنفذش. السطر اللي هو الاصفر ده لسه هيتنفذ. تمام؟ فماي ماتريكس دي بقول له في حاجه عندك من نوع ماتريكس اسمها ماي ماتريكس. بس هل ده عامل اوبجكت؟ لا لسه. الاوبجكت بيتعامل مع كلمه نيو. الاوبجكت بيحصل له كرييشن في عنايه البراند مع كلمه نيو. اما السطر اللي هو ماتريكس ماي ماتريكس ده مجرد هنا هيبقى عندك في البرنامج حاجه اسمها ماي ماتريكس ودي اوبشن من كلاس ماتريكس. انما لسه الاوبشن ما اتعملش. بعد السطر ده الاوبشن هيتعمل ماي ماتريكس ايكوال نيو ماتريكس. ارفع 10 عشان ننزل السطر اللي بعديه. بصوا هتمت ماي ماتريكس بتاعك اللي هي بتعمل بنمبر. بحث ثابت ماتريكس. خلاص ماي ماتريكس هي اوبشن نوع ماتريكس. دي معناها اوبشن اتعمل خلاص. عن اوبجكت اسمه ماي ماتريكس وهو اوبجكت في كلاس. اوكي هتبدا يملى الداتا او الامر ده بيملى الداتا لسه ما اتنفذش. فلو بصينا جوه ماي ماتريكس هنلاقي الداتا بتاعته ايه؟ نط لان انا لسه ما عملتهاش. بعد الصوت ده ارفع 10 السطر اتنفذ. يعني ماي ام داتا دلوقتي اتملت بيانات. هنشوف ام داتا دي اري سكوير اري اتملت بيانات رقم 1 من 1 ل 9. تمام؟ بعد السطر ده وبعدين احطه ماي ماتريكس دوت انفيرس. انا كده هعمل انفيرس. متوقع ايه ده يحصل؟ ايوه هو هيروح هينفذ فانكشن انفيرس. طب تيجي نشوف ارفع 11 بقى عشان يخش. يعني ارفع 10 بيخليني انا في السطر ده الفيلمين. ارفع 11 هيخليني اخش جوه الريس بقى نفسها. يعني هو كده انا بعمل كول للفانكشن انفيرس. لما عاوز ام داتا دوت انفيرس انا بنده على فانكشن انفيرس. ارفع 10 هيخليني انفذها وارجع للمين تاني على طول. ارفع 11 لو دوت يعني هيخليني اخش جوه الريس نفسها عشان اشوف كل ده. وده اللي حصل معايا. دوت انفيرس راح موديني عن فانكشن انفيرس وقف عند اولها. تمام؟ هتبقى نفس الكود بتاعها. كود انفيرس ثلاثة. هيطبع على الشاشة يعني كونسول دوت رايت لاين هيطبع على الشاشة ماتريكس من انفيرس. نشوف. وبعد كده نقص الكونسول كده تنفذ ممكن يطلع على الشاشة ماتريكس از انفيرس. كده نقص الكونسول ماتريكس. طيب بعد كده هيعمل ايه؟ يعني نقص 10 ايه اللي هيحصل؟ بالظبط هرجع لمين تاني؟ مش انا في الميل ندهت على ماي ماتريكس دوت انفيرس. اوكي راح نفذ ماي ماتريكس دوت انفيرس. خلص خلاص يرجع تاني للميل. ارفع 10 هنفهم يعني ايه كونسول ودوت رايت لاين بيعمل ايه بالظبط. هو ايه؟ كونسول دوت رايت لاين ببتدي اعمل كونسول تكست معايا بيطبع على الشاشه زي ما شفت كده. الشاشه بتاعت البوست كل يطبع عليها الكلام اللي هو مثلا كونسول وبراند لاين. مؤقتا كده احنا مش شايفين الكونسول دي بالظبط. اوكي؟ عايزين نحاول ترانسبوز برضه هيروح جوه فانكشن ترانسبوز وينفذ الامر بتاعتها ويرجع تاني للمين. ولما يخلص المين هو كده خلص. مش المين كده خلصت؟ دي المين. المين كده خلصت. لو بص في 10 ده رجع. المين خلصت وانا رجع. تمام؟ اوكي كده احنا شفنا ازاي بنعمل كلاس اللي هي ماتريكس نحط جواها. طيب اوكي تريسي شايفه الدوريه الحمراء دي بحطها جنب السطر اللي انا عايز اقف عنده. يعني انا عايز اقف عند اول الميل اقوم حاطط الدوريه الحمراء دي على الحته اللي جنب دي. يقوم عليها حاجه اسمها بريك بوينت. بريك بوينت يعني اول ما البرنامج بتاعي وهو ماشي في السطور كده يوصل عند السطر ده لو كان فيه النقطه الحمراء يقف يشوفني بقى انا عايز اعمل ايه. اوكي اقوم حاطط بريك بوينت جنب اول سطر في الميل. وبعد كده ادوس اف 5 اف 5 عشان يعمل رن. يعني مش هتدوس اف 5 يعمل رن. اوكي ده بقى بعمل تريسنج ازاي. بعد كده شفنا ازاي يعمل كلاس وعملنا كلاس ماتريكس عرفناه بالفاريبلز بتاعتك بالفانكشنز بتاعتك كل ده. بس حتى هذه المرحله كنا عملنا الاستنبط الحديد اللي بيطلع على الورق. لسه ما طبعناش ورق.
عشان نطبع ورق لازم نعمل اوبجكت من المكتب، نعمل اوبجكت ونحط ورق تحت الاسطمبه والناس الاسطمبه تطبع الكلاس بتاعتي على الورق، يبقى عندي كده اوبجكت من ماتريكس. تمام؟ وده اللي عملناه ماتريكس ماي ماتريكس، وبعدين تقول ماي ماتريكس ايكوال يو ماتريكس كده عملت اوبجكت ورقه طبعا. عشان نستخدمها بقول ام دوت ام داتا ايكوال داتا عامله داتا دوت انفرس ترانسفورم، استخدمها بقى كاوبجكت خلاص جه هي اقدر استخدمها. اوكي؟ تمام. وشفنا ازاي بنعمل تريسنج، يعني نمشي مع كود خطوه خطوه ونشوف قيم الفاليوز تظهر هنا في التريسنج، اشوف كل فاليوز برنامج قيمها ايه، دي هتساعدني اول برنامج فيه مشكله، لو برنامج فيه مشكله همشي معايا خطوه خطوه واشوف قيم الحاجات اللي انا ماشي شغاله ازاي، واشوف بقى اكتشف القيمه غلط فين واصلحها، بينفع اول برنامج فيه مشكله يعني. بس ساعات مش هيبقى اسمه تريسنج، هيبقى اسمه ديباجي. يعني برنامج فيه مشكله فانا بعمل ديباجي، يعني بحل المشكله عن طريق التريسنج. اوكي؟ طيب اوكي ده المثال الثاني بعمل فيه ماي ماتريكس برضه هي هي، وبعمل اوبجكت ماي ماتريكس ايكوال نيو ماتريكس، وبعد كده بملى الداتا بتاعت الماتريكس دوت ام داتا ايكوال داتا بتاعتي، وبعد كده بقول ماي ماتريكس دوت نمبر اوف كولومز ايكوال مين، ماي ماتريكس دوت نمبر اوف روز ايكوال 200. الكلام ده ينفع؟ عشان انا مديله دلوقتي ايه؟ انا مديله ماتريكس ثلاث صفوف في كل صف في ثلاث اليمنت، ثلاث صفوف ثلاث اعمده. انا هاجي اقول له نمبر اوف كولومز بتاعك 100 نمبر اوف كولومز بتاعك 200، غلط طبعا، غلط جدا، والكلام ده ما ينفعش. تمام، هي كروس ماتريكس ده فانكشن صغيره قوي. دي فانكشن انيشاليز ماتريكس، دي هتعمل ايه؟ هتشوف الداتا بتاعتك عددها كام، كام صف كام عروض، وتشيل بقى يعني هي تشوف ال ان كولومز عدد صفوف تحط فيه، ان روز عدد اعمده سوري عدد صفوف تحط فيه. تمام؟ ففانكشن انيشاليز دي مش موجوده كتبسيط يعني، بس هو المفروض تبقى موجوده. بس برضه مشكله طيب ازاي انا من مين اجي اقول له نمبر كولومز ايكوال 100 ونمبر كولومز ايكوال 200؟ غلط طبعا، نحل المشكله في البرنامج وننزل نتنفذ. وهتنفذ عادي مش هقول دي مشكله وهمشي خد عادي مش هلاقي مشكله، بس كان مش غلط. ازاي انا اسمح للنمبر اوف روز والنمبر اوف كولومز ما يتغيروا في المية؟ دول المفروض يعتمدوا على الماتريكس حد ذاتها، مش انا اجي اغيرهم من بره. ما ينفعش كده غلط. اوكي، ده اللي حصل. ده حصل لان انا مش حامل الفاليو اللي اسمه نمبر اوف رولز، ومش حامل الفاليو اللي اسمه نمبر اوف رولز. احلم يعني ايه؟ احلم يعني ما اسمحش لحد بره الكلاس يعدي فيه. ازاي ده؟ لو رجعنا شفنا الكلاس ماتريكس حد زي كده، احنا هي متعرفه ببليك انتجر ان رولز، ببليك انتجر ان رولز. المشكله ببليك دي. نعم؟ دي حاجه اسمها اكسس موديفايرز. بعيد عن الاسم، يعني ايه؟ لو اعرف فاليبل جوه الفانكشن جوه الكلاس يبقى public. public يعني انا ممكن اجي من زي حالتي هنا واروح عند ان كولوم واقول خلي ال 100. ده غلط ما ينفعش عشان هي متعرفه public. طيب في حل المشكله دي بقى هعملها ايه؟ هعمل بدل public هخليها حاجه اسمها private. طيب ايه اللي حصل هنا بقى؟ حاجه انا في المين هقوله انا مثلا مبرمج غلط او اتلخبطت فعايز من جوه المين اغير نمبر اوف كولومز نمبر اوف رولز. هاجي اقول له بعيد عن الخط ده هاجي اقول له ماي ماتريكس دوت ام كولومز. الليسته اللي بتظهر دي هي ليسته الفانكشنز او الفاريبلز اللي اقدر استخدمها في المكان اللي انا واقف فيه. لو لاحظنا ان كولومز ان روز مش موجودين. يعني ما اقدرش اعدل فيهم ولا انقل في المين. ما اقدرش، معنى كده ان انا حميت الان كولومز والان روز من اي تعديل من بره. تمام كده؟ طيب لو كانت بابليك زي ما هم، يعني دي كانت بابليك دي كانت بابليك. حاجه هنا
باي ماتريكس دوت ظهروا معايا حاجه انا اقدر اعدل فيهم واغير فيهم وابوظ البرنامج احط داتا غلط والبرنامج يبوظ. فعشان كده بلجا ان انا اسمي الداتا ممبرز اللي هم الفاريبلز اسميها برايفت عشان احميهم من اي تغيير بره. طيب لو انا خليت الداتا مش هيديله اه مش عادي جدا فهيلاقي الداتا ارقامه من الباقي وعنده فاريبل اسمه الميدان تمام هيحط فيه الترينت زياده عنده فاريبل اسمه الميدان كله هيحط فيه الداتا اللي شفتها قليلة مش هقول لك لا بس بعد كده انت مثلا تيجي تنزل على الفيرس الفيرس دي المفروض يبقى هو واحد بيتعامل مع حته الكولوم انه روز هيقدم الروز والكولوم يبقى يعمل الانفرس ما اعرفش يعملها ازاي ولكن هيعتمد على الانفرس الروز هيلاقي كلمه الكولوم 100 ولان الروز 200 مش مثلا جوه فور روز معين عشان يقلبها 200 مره ايوه هيقول لك ايديكس او افريج ومش هيكمل الفور روز لان مجرد ان عدد السوق عدد غلط او هو عنده غلط عشان الفور 100 ده مش صح. اوكي هو ده في فانكشن ميتنج اسمها نيشواليز ماتريكس دي بتاخد بتشوف الداتا اللي انت مديها لها اري كام في كام هي اري باربعه يعني سكوير ماتريكس شوف هي كام في كام اوكي وتظبط هي بقى من جواها عدد الروز وعدد الكروز على حسب اللي هي عدلت بس ما ينفعش انا بره اجي من بره في الجيل مثلا واقوم اعدل في الكروز او الروز غلط لان هو الكروز دي حاجه برايم جدا برايم يعني خاصه جوه الكروز بس ما اقدرش اعدل عليها من بره والا هيبقى غلط غلط والبرنامج بتاعي هيجي ايوه مكان اليو ان بص حاجه مش كويسه يعني لا الانشغالات دي جوه الكروس نفسها جوه الكروس اللي ماسك الكروس اللي هو مكان اليو ان ولا لا هنا انا الفانكشن كده استخدم ان شاء الله هقول لك دلوقتي عايز اعمل الفانكشن اللي بتعمل لي الشوايز والماكس اوكي حاجه فاضي من شغال ماتريكس ما بتاخدش اي انبوت اوكي هكتب جواه ايه بقى؟ هكتب جواه كود عشان يعد الداتا اللي دخلت لي اللي هي ماتريكس داتا كام صف في كام عمود اوكي فالكود ده هيبقى كالاتي ام كولوم ايكوال ام داتا دوت هي ليت هتجيب لك عدد الداتا اللي هو كده لا في بعد تقريبا عدد كتوكا في ماتريكس فلاي يعني عدد الاليمنتس في السكول اعملها كله كله مع بعض لا عايزين حاجه تجيب لنا عدد السكول بس لا دي مش تمام. طيب احنا جربنا كله يعني بدل ايه دي تركب عارفين يا جماعه فيديو استوديو في ميزه بس دي اللي هي الكيس اللي بيظهر جنب اسم ال تمام ده مش شرحي الليست ده بيعمل ايه؟ ليست 32 بيت انتجر لازم تنزل توتال نمبر اوف ايرز ده مجرد كلمه يعني اما الحته دي هرجعها لكم فهي مش فارقه كتير يعني تمام؟ ف بعيدا عن الكود مش مهم دلوقتي يعني حكي الكود جوه الشرايط يعد لي عدد الكولمز وعدد الروز ويخلي الان كولمز عدد الكولمز بتاع الماتريكس يساوي الرقم اللي هو عدده والان روز يساوي الرقم اللي هو عدده بتاع الروز يبقى كده الرقم ده مظبوط لان هم عدوا بالفعل اللي هو الرقم المظبوط اوكي بس يبقى كده ان كولمز وان روز اتظبط يعني بقى بالقيم الصحيحه ما فيش انا في مين بقى وهم غير فيهم لان مش هينفع اغير فيهم عشان هم برايم بيت يقول لي مش هينفع اغير فيهم عشان هم برايم بيت بص هم خايف كده مبدئيا هيبقى حلو فور لوب لحد ما الكلمه تساوي نقطه او كده بعد كده هيبقى هو ده العدد الثاني لا هو كده مجرد عمل اريت ميموري حط فيها رقم 1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 هو مجرد انا عملت الخط ده تمام، بس ما عندهمش يعني حط داتا بس عشان عندهم ممكن اعرف ممكن يكون في فانكشن جوه الاري يقول لي عدد الاندكس كده والاندكس وان في انيشاليز هعمل سيتنج ان كونسيدر روز بالعدد المصطلح. اوكي طيب انا كده خدت برايفت خليت الفاليو بتاعت برايفت ده معناه مش هقدر اعدي كم هنا ومش هقدر اشوفهم هنا دول مش طابقين معايا اللي ظهر معايا بس ام داتا. ليه ام داتا ظهر؟ عشان هي متعرفه ايه؟ طبعا عشان كده اقدر اشوفها في الميل واقدر اتعامل معاها اقراها واغير قيمتها في الميل تمام؟ طيب لو خليتها برايفت خليت دي برايفت ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل في البرنامج ده؟ دكتور دي الصدر ده؟ هيدي ايرور. ليه هيدي ايرور؟ اه بالظبط انت بتقول له ماي داتكس دوت ام داتا، اقول لك ايه ام داتا دي؟ انا مش شايفها اصلا. ليه؟ لانها معموله برايفت انا بعد ما اجيب انت برايفت يعني، لانها معموله برايفت في الكلاس بتاعك. فانا شغال اوكي؟ اوكي. برايفت دول بتروح على الرب اللي بيخش اللي هو كلاس. اه يعني انا لو جيت انا مثلا قلت له انفيرس هيبقى عامل ايه؟ اقول له مثلا ان كورن ايكوال كذا كذا. عادي جدا مش اي مشكله، لان هي هي صح تعرفها برايفت، ولكن البرايفت يعني تتشاف واقدر انا اعرف جوه الكلاس ده يعني جوه الرينج ده من اول ما الكلاس بدات لحد ما الكلاس تنتهي. هنا اقدر اشوف واغير فيها الان كولمز والان رو مع ان هم متعرفين برايفت. طيب كاستمايزيشن توقيت الفاليو اللي بتعرف بابليك بقدر اشوف واتعامل معاه جوه الكلاس بتاعتي جوه الفانكشن بتاعتك وفي الميل كمان. اقدر اقول يعني اكتب اسم الاوبشن دوت اسم الفاليو ده واتعامل معاه دي كده اقراه واغير قيمته من غير اي مشكله. ده عشان الببليك. طيب لو كان برايفت يعني عرفته في الكلاس بتاعته ان هو برايفت ده معناه ان هقدر اشوف مغير قيمته جوه الفانكشن بتاعت الكلاس بس. اخرج بره الكلاس واروح الميل مش هقدر اشوف ولا اتعامل معاه لان هو برايفت تمام. ده كده موضوع البابليك والبرايفت. في اي سؤال فيه؟ طب في البرايفت تلاقي كده كفايده عامله في البرايفت مش مش اوكي يعني ليه معمول برايفت؟ زي ما شفت هناك المثال انا لو ما عملتش برايفت هو على فكره البرامج الكبيره بتشتغل فيها اكتر من البروجرام يعني انا ممكن اعمل كلاس وانت تعمل كلاس ونجيب واحد تاني يجمع الاثنين مع بعض ويعمل اثنين ده مثال بسيط يعني اوكي. طيب انا لو عملت مثلا ان كولنز وان روز فاضي وديت الراجل اللي اتجمع ده بيكتب ميل الكلاس بتاعته وما قلتلوش ان هم ممكن يبقوا برايفت سبتهم له كده الحين هو يبقى مغير فيهم بالغلط والبرنامج عارفه. فعشان الموديولاري وعشان البرنامج بتاعي يبقى مظبوط هعملهم برايفت بحيث هو مهما حصل ما يقدرش يغلط ويستخدمه ويغير قيمته في الميل تمام. ده فايده ليه بخليها برايفت. اما لو مش معايا هو عايز يقدر ياكسسه من الميل اغيروا من الفانكشنز اللي جوه كلاس بس يعني دي مين بتاعتك مش هقدر اغير فيها حاجه برايفت بتاعت الكلاس بتاعت الكلاس ده اوبجكت. هتيجي في الكلاس نفسها عندك فانكشنز انيشاليز ماتريكس انفيرس ترانسبوز جوه الفانكشنز دي تقدر تستخدم الحاجه في البرايفت جوه المين لا تمام. وده فرق بين نعرف حاجه برايفت او بابليك تمام. ويقولها لي كل الاختصاصات دي معاك في البرنامج وتستخدمها على طول. اه. هل ده هو اللي ممكن تبقى انت فارق عن كتير؟ اه. ان هو بقى في كميه نص رهيبه عشان انا بقى افكر في خمسه نعملها ازاي كده ولا افكر في اللي بيعمل تاني من البرنامج ولا اوكي فرق استشار عن السي حاجه. ان البرنامج بتاعي بيتكون من كلاس من اوبجكت. الكلاس ده عباره عن شويه فاريبلز وفانكشنز بتتعامل مع الفاريبلز دي. تمام؟ في التسجيل عندك مثلا نقطه جلوبال فاريبلز فوق خالص قبل الميل وبره كل فانكشنز عشان البرنامج كله يقدر يتعامل معاك.
ممكن تعمل فانكشن جوه البرنامج صح شغاله عادي، بس كده ما عملتش مديول في فاريبلز فانكشنز تعمل ايه؟ ما عملتش اوبجكت بس ايه شرط، عملت كده مديول اللي هي كلاس حطيت فيها فاريبلز وحطيت فيها الميثودز او الفانكشنز اللي بتتعامل مع الفاريبلز دي، كده عملت زي انكابسوليشن. ده اول مبدا مبادئ الاوبجكت انكابسوليشن، عملت كبسوله كده فيها فاريبلز فيها فانكشنز بتشتغل على الفاريبلز دي. اوكي ده هيفيدنا ان احنا نقدر نعمل موديلنج من العالم بتاع البشر للعالم بتاع البرامج، لان الاثنين اوبجكت كريتد. تمام، بس هل الفانكشن دي هيبقى ليها كيان واحده بس؟ كيان انت عندك في العالم البشري في حاجه اسمها كيان، يعني موجود او يعني عايز اقول لك ان في حاجه موجوده. اوكي في السي لا مش كده، الموضوع بقى فانكشن او حاجات بننفذها دوال يعني. في السي شارب بقى في كيان، يعني تقدر تخلي حاجه في العالم البشري تعمل لها كيان في البرنامج وتعملها عادي بقى. ده مش في الماتريكس، الماتريكس دي مش موجوده على ورق بعمل بتاع وقت البيانات وبتعمل كولز وغير الكولز، موجوده على ورق هي هي. لما عملت منها كلاس وعملت منها بعد كده اوبجكتس كده عملت موديلنج للماتريكس اللي على الورق، عملتها في برنامج كمبيوتر واقدر اتعامل معاها زي ما تكون على الورق بالظبط. عامل انفيرس بس كل العمليات دي اتفهم ازاي انا مش ما بين عالم البشر وعالم البرنامج لما ده بقى اوبجكت كويس وده برضه اوبجكت كويس. وصلت الموضوع ده؟ وصلت
هستخدم طريقه ثانيه من الطرق دي حسب مثلا ليه جدا. اوكي؟ او بشيل حسب الاستاد. الاستاد بيعمل ايه؟ الاستاد بيبقى عباره عن فرضا دي الميموري بتاعتي. دي الرام بتاعتي. الاستاد بيبقى داتا تايب، يعني بقدر اخزن فيه داتا. بيتخزن داتا الميموري بقى. يبقى حاجه كده واخد حيز معين في الميموري وليه عنوان اول كلمه فيه واحط هنا مثلا واحد واجي احط هنا اثنين ثلاثه اربعه نفس الكلام على الارقام بتاعتي. اوكي؟ طيب يفرق يعني الاريا برضه حاجه شبه كده بس الستيك بطل اسحب من الارقام بطريقه مختلفه. يعني خليت الدور مثلا لو الاريا بتاعتي مثلا اسمها ايه فاضل ايه واحد واثنين هيرجع لي او الرقم ده يفضل ايه؟ اهو يعني اول كولوم اللي هو ده والثاني كلمه اللي هو ده تمام؟ هيرجع لي الرقم ده. لا في الستاك بقى الموضوع مختلف. في الستاك هقول مثلا عندي ستاك اسمها اس او اس بوك بوك ده هيرجع لي ايه؟ ده هيرجع لي اول رقم في الستاك هيرجع لي الرقم ده تمام؟ والرقم ده هيتشاف. حاجة أقول ستاك وتكون تاني. هرجع الرقم ده وبعد كده الرقم ده هيتشاف. يعني بوصل للأرقام اللي متخزنة في الستاك بطريقة مختلفة عن الأرقام. وبتبقى لحد ما أخزن أرقام في بس الفرق بخزنها إزاي؟ أي أريه هو بوصل لها بإندكس يعني واحد اثنين مثلا يجيب لي الرقم ولا أخزنها كستاك وأعمل مثلا بوك يعني إيه؟ طلع لي آخر رقم ولا هخزنها ستاك. كل دي طرق لتخزين الداتا في الميموري. اوكي؟ على فكرة الكلام ده ناخده ترم تاني إن شاء الله كان اسمها داتا ستراكشر. هي دي داتا ستراكشر ودي داتا ستراكشر. تمام؟ فكلها طرق لتخزين الداتا بتاعتي. أنا لقيت إن الأريه بطريقة مش مناسبة. وقررت أستبدل الستيك كان تخزين البيانات. فكده ده هيخليني أنا أعمل إيه؟ دلوقتي عرفت إن هي ستاك. فاهمني؟ ستاك واقول نوع الداتا اللي انا معاها اللي هي انتجر واسميها ام داتا. ايه اللي هيفرق عندي بقى؟ او ايه التطبيق هيبقى غلط؟ ده هيبقى غلط فيه. بالظبط انا عشان حمل الستاك بعمل حاجه ستاك دوت بوش. بوش يعني ايه؟ بياخد الرقم يحطه في اول بقى. ستاك دوت بوش هياخد الرقم يحطه في اول بقى واللي هو اللي داخله كده بينزل بقى. يشتغل. دي الستاك يعني شفنا ده ازاي بقرا من الستاك بحط في الستاك عكس عمليه ستاك دوت بوش هياخد رقم يحط هنا ستاك دوت بوش رقم تاني هينزل رقم هنا يحط هنا ويبوش رقم في المكان تمام. دي الستاك. انا هنا بتعامل مع حاجه ثانيه اللي هي ارلي هقول ان يو انه كود الارلي بالظبط انا معرفه ستاك فلو جيت اشغل هيقول لي ده غلط. هشغل مثلا طيب هو احتمال هتكون التفصيل الترم الثاني بالظبط ككود يعني ازاي بعرف ستاك ازاي بعرف يجي الحاجات دي كلها فممكن اقول لك ليه. اوكي فلو جينا نران البرنامج قال لي ايرور. ليه ايرور؟ قال لك ماشي اللي هو ايه بقى؟ مش قادر يحول النوع من اري انت الرقمين اللي جنب بعض دول يعني مش قادر يحول من اري اوف انتجرز تو ستاك. ده ايرور لان انا بقول له الام ده كانت ستاك. اوكي؟ اجي في بيت اقول خزنها له مديله حاجه اري. ما ينفعش احول من اري لستاك. لازم انا احولها بنفسي. تمام؟ ولذلك دي ايرور. طب انا بقى لو كان الرام بتاعي كبير ومليان بقى فرص ثانيه ومين كبيره وكده وبخزن داتا وبعمل اوبجكت كتير قوي ماتريكس ماي ماتريكس 1 ماي ماتريكس 2 ماي ماتريكس 3 وعمال اعمل اوبجكت كتير من ماتريكس بتعامل معاهم بقى على القديم كنت بعد لهم ايه كنت بقول لهم ان هي ايه؟ جيت انا وغيرت ماي ماتريكس وعملتها ستيك يبقى كده انت هيحصل كل الكود اللي في الميل اللي بيملى الداتا في الماي ماتريكس باظ
وهقعد اغيره هقول له بدل ماينس دوت ام داتا ايكوال واديله كوتا ري لا هيتغير بقى في شيبك ستاك عادي عند كل ادخال الداتا للماتريكس هكتب ماينس دوت ام داتا دوت بوش واديله الرقم مثلا واحد واديله 3 4 اعمل بقى ايه كله بتعد مثلا من 1 ل 9 واعمل بوش للارقام تمام فدي ده دي مشكله لو انا عندي السطر ده اللي هو بيخزن في اري موجود مئات المرات في البرنامج واحده واحده بوش واحد بوش بوش وعامل العمليه دي الاف المرات ده طبعا طريقه مش ذكيه يعني كومش بريتد الطريقه دي غلط 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 طيب قال لك انا هعمل ايه حل الموضوع ده هخلي ان داتا برايفت ماتريكس الحملات برايفت طب انا كده مش هخش في مين ما دي مشكله فين هعمل فانكشن جوه الماتريكس بقول له انتر داتا ازاي كده مثلا شيل بقى ده ده كمان حاجه بتاعت الحاجات دي اقول public void enter data وبتاخد ايه؟ بتاخد ده عشان يبقى حل مشكله يعني تاخد array of integers ليه؟ عشان ما عدتش في المين وفي كل السطور اللي انا كتبتها قبل كده لان هي مبنيه على ان هي اريت انتجرز فانا لو غيرت وخليت الفانكشن انترنت تاخد مثلا دبل او تاخد ستاك يبقى انا كده برضه نفس المشكله موجوده هطلع عادي كل السطور اللي فوق تمام فهي هتاخد اري اوف انتجرز اسمها ايه بقى تمام هتعمل ايه بقى؟ هقول لك ام داتا انا دلوقتي بعملها ان هي ستاك ام داتا عندي ستاك دوت بوش هعمل كوكو اوكي تمام
اللي هو كلاس تمام؟ متعرف فيها
حاجه اسمها ليفت، انت جرب دبل زي ما انت عايز تمام. وهتعرف في حاجه اسمها نيكس، النيكس دي نوعها ايه؟ نوعها نود بارت، نود بتشاور عليها والاوبشن بتاعها فين؟ الاوبشن بتاعها هو ده النود تمام، جواها الداتا بتاعتها، جواها اوبجكت اسمها نيكس. النيكس دي هي اوبجكت، فين الاوبجكت دي؟ هي دي تمام. يعني كل نود فيها فاريبل اسمه نيكس، هو من كلاس نود بارت، يعني دي كلاس نود، بعرف من جواها اوبجكت من نود بارت، يعني هي الفيرست كلاس نود بعرف جواها فاريبل من نوع نود، يعني اوبجكت من نوع نود مش مشكله. والاوبجكت ده هو ده، يعني دي برضه نود من كلاس نود، جواها اوبجكت اسمه نيكس. يعني شايف انا عندي شكل عليه، عشان بقى اوصل للداتا بقول مثلا نود 1 دوت داتا، اديني كذا نود 1 دوت نيكس دوت داتا، جميل. نود 1 دوت نيكس دوت نيكس دوت داتا، جميل. ده باختصار قوي يعني، اوكي؟ بس هتظهر التفصيل، التفصيل هتكتب الكود بتاع النود دي والكلاس بتاعتها والفانكشنز كمان اللي بتتعامل معاها، تكتب لي ان شاء الله بالتفصيل بالتفصيل بالتفصيل. ده كان بس كلام سريع يعني. اوكي؟ ماشي. يبقى كده اتكلمنا عن موضوع الانكابسوليشن. انا اديها او فاليو بتاعتي الماتريكس بتاعتي هتحددها بطريقه معينه، ايا كانت الطريقه دي مش هتاثر على العالم الخارجي، على المين وعلى باقي الفانكشنز بتتعامل معاها، لان في فانكشن بتتكفل بادخال الداتا جوه الميجاتا تمام؟ وخليت الميجاتا برايفت عشان ما حدش يغلط ويعملها سيتي مقابل. اوكي؟ في اي طرح تاني؟ هو الكود اللي مكتوب هو ده هو اللي اسمه الادريس ولا حاجه؟ اللي هو فين؟ اللي هو اللي بيكونفيرت بين الاري للستاك. اه. هو ده اللي هو الادريس. اه الادريس. تمام. اوكي. طيب احنا قلنا ان المطبعه اللي هي الاثنين دي ينفع احط كذا ورق، يعني من خلاص الواحده اللي هي الصمبه اللي فوق دي تطبع احط ورق اعمل له اوبشن، اشيل الورق دي واحط ورق ثاني اعمل له اوبشن ثاني. هل الاوبشن دي ليها اي علاقه بالاوبشن دي؟ زي بعض، يعني دي مثلا ليها نيم وليها انفورمنت رول، دي برضه ليها نيم وليها انفورمنت رول مثلا، نفس الخصائص نفس الفانكشن موجوده هنا وهنا. طيب لما اجي بقى اتعامل معاهم او مثلا ماي ماتريكس 1 اللي هي عملتها اول مره، ماي ماتريكس 1 دوت انتر داتا ودخلت جوه داتا معينه. جيت بقى اعرف ماي ماتريكس 2 يعني اوبشن تاني وجيت دوت انتر داتا وحطيت داتا ثانيه، هل الداتا دي تختلف عن الداتا دي ولا هتحطوا مع بعض ولا عاملين ازاي؟ بالظبط. طيب انا شايف ازاي بقى في الميموري؟ يعني لو بصينا على الميموري بتاع الكمبيوتر انا هعمل ماي ماتريكس 1 هتبقى هي مختلفه كده في الميموري، هو مثلا ام داتا ودي بتساوي 1 2 3 4 اي حاجه، هو بقى الديفرنس بتاعتها عادي. وهعمل ماي ماتريكس 2 جواها برضه ال ام داتا هو مثلا 5 و6 و7 و8 دي هو دي ملهاش اي علاقه دي ليها الداتا بتاعتها، دي ليها الداتا بتاعتها، دي ليها فانكشنز، دي ليها فانكشنز تمام. طيب فين ده بقى الكود او بنعمله ازاي؟ ببساطه ده بيبقى ستاتي عادي جدا. هو على فكره كتوضيح يعني الفانكشن دي اللي هي سيت داتا هي بالظبط انتر داتا يعني، بس هو غير في اسم يعني فداتا هي انتر داتا. عملت فانكشن تاني اسمها جيت داتا، في ايه ولا ايه دي؟ عملت جيت داتا يعني سيت داتا عشان ادخل داتا من بره جوه الام داتا، طب دي عملت جيت داتا بالظبط. يعني كده لما انا عملت الام داتا عملها برايفت وكده ما حدش من بره هيقدر يشوف الداتا دي بقى ولا عمل عمليات حسابيه ولا اي حاجه، طب دي ايه؟ فعشان كده عملت فانكشن وظيفتها ان هي تقرا الداتا تاخد الستاك من دي ليست من اي حاجه وترجع لي ايه؟ للمين؟ الري، ترجع لي الري
فالداتا بتاخد الداتا من المين او من الفانكشن وتحولها للستاك وتخزنها جوه الام داتا. جيت داتا العكس بتاخد الداتا من الام داتا اللي هي ستاك او لينك ليست او وات ايفر ترجعها لي للمين في هيئه اربيل. تمام؟ ده بس كان ايه؟ ست داتا وجيت داتا يعني. اوكي. ازاي بقى نعمل كذا اوبجيكت؟ او ماتريكس ماي ماتريكس ماي ماتريكس ايكوال نيو ماتريكس كده نعرف اول اوبجيكت. تمام؟ وليه الداتا بتاعتي وليه كل حاجه. جيت بعد كده ماتريكس ماي ماتريكس 2 والماي ماتريكس 2 ايكوال نيو ماتريكس كده انا عملت الاوبجيكت الثاني بس لسه ما عملتش سيتنج للداتا. يعني الداتا دلوقتي نل حتى هذه اللحظه الداتا هي 1 2 3 4 و 5 6 7 8 دول نل يعني ما يعني اي حاجه في ميموري ما لهمش اي ارقام يعني. تمام؟ هعمل لهم سيتنج بقى اقول ماي ماتريكس دوت سيت داتا يعني حطيت حلقه الداتا بقى وعندك خيارات زي الاريل زي ما اتفقنا تاخد اريل بتاخد اريل خدنا بقى جوه زي ما هي عايزه. اوكي؟ وهدي له بقى اللي هي ايه؟ الداتا بتاعتي. وحاجي عند ماي ماتريكس 2 كنت سيت داتا واديتها الارقام بقى الارقام معكوسه يعني مش الارقام مختلفه. تمام؟ الارقام اللي هي 1 2 3 لحد الاخر بتاعت ماي ماتريكس هيتخزنوا فيها. ما لهاش اي علاقه بماي ماتريكس 2. دي حاجه ودي حاجه. عايز اخزن ارقام في ماي ماتريكس 1 اكتب ماي ماتريكس 1 دوت سيت داتا واديها الارقام. عايز اخزن داتا في ماي ماتريكس 2 اكتب ماي ماتريكس 2 دوت سيت داتا واديها الارقام بتاعتها. دي منفصله تماما عندي. اوكي؟ عايز اعمل انفرس اور ماي ماتريكس 1 دوت انفرس هيعمل انفرس ماتريكس 1. ماتريكس دوت سيت 0 هيخلي ماتريكس 2 بصفار. اوكي؟ فدلوقتي عرفنا او الخلاصه يعني ان الاوبجكت ممكن اعمل كذا اوبجكت من كلاس واحده وكل واحد فيهم ليه الداتا بتاعته خاصه بيه خالص ليه فانكشن كل حاجه. تمام؟ هي طمه واحده عملت الاثنين اوبجكتس بس لما حطيت فيهم الداتا بقى ده داتا منفصله ده دي داتا منفصله ده دي كيان وده دي كيان ده اوبجكت وده اوبجكت. وصلت النقطه دي؟ اوكي. اوكي كان في بقى يعني توضيح للسطر ده او السطرين دول. اول سطر اللي هو ماتريكس ماي ماتريكس ده اللي هي ماتريكس ايه اللي بيحصل بقى في الميموري؟ دي الميموري بتاعتك لا هيحصل ده يعني بعد ما تحط ده ماتريكس ماي ماتريكس ما ينقص هيحصل تمام؟ ده زي ما شفنا في البريدي مش اول ما تحط ده عدينا عليه كانت ماي ماتريكس نون او في الميموري ماي ماتريكس ليها عنوان معين في الميموري وتساوي نون. تمام؟ هنيجي على السطر اللي بعديه اللي هو ماي ماتريكس ايكوال نيو ماتريكس. هنا بقى هيحصل كرييشن اوبجكت حد ذاته. ازاي؟ بدل اي رقم تبقى كده هيبقى اوبجكت بقى فعلا ام داتا وام كولمز وام روز الفانكشن اتعملت بالفعل يعني الاوبجكت حصل له كرييشن مع السطر الثاني لو ماتريكس ايكوال نيو كلمة نيو هي اللي بتعمل قبل النيو كان نل قبل النيو كان نل بعد النيو بقى اوبجكت بحد ذاته جاهز ان انا بقى ادخل جوه داتا اقرا منه داتا اتعامل معاه عادي. اوكي؟ في بقى حاجه باختصار يعني ممكن نخلي السطرين دول في سطر واحد بدل بقى نقعد نكتب سطرين وكده لو كده دلوقتي يعني بقى نخليهم سطر واحد ازاي؟ ببساطه كون ماتريكس ماي ماتريكس انا بس هعمل اوبجكت من هعمل اوبجكت من ماتريكس اسمه ايه الاوبجكت ده؟ اسمه ماي ماتريكس. طيب بيساوي ماي ماتريكس ده؟ بيساوي نيو اوبجكت من ماتريكس سطر واحد يعني سطر واحد ده بيساوي ده يعني اوكي؟ مناظرين لبعض ودي برضه ده حلو كده اوكي؟ ماتريكس
مش فاهم يعني ايه ماتريكس ماي ماتريكس على طول. لا ما تفهمتلوش يعني الخطوه الاولانيه اللي احنا شلناها اللي هي ماتريكس ماي ماتريكس دي كانت بتحدد مجال الميموري هو صح يساوي نول بس بتقول لك ايوه اوبجكت نوع ماتريكس. خلي بالك تاني دلوقتي على وشك ان انا اعمل اوبجكت من نوع ماتريكس بس ما تعرفش يساوي نول. اجي بقى عند كلمه نيو اعمل اوبجكت بتاعها تمام. يعني ما ينفعش اقول كده ماتريكس ايكوال نيو ماتريكس على طول. اقول لك ايه هو الماتريكس ده؟ اوكي هو مجال الميموري بس احجز له ايه؟ ما ينفعش لازم تقول له الماي ماتريكس ده هيبقى ماتريكس وقت من الاوقات تمام. فانت هنا تتصل ده تقول له هو ماتريكس دلوقتي واعمل منه اوبجكت دلوقتي. تمام. هو بيحط الميموري ولا بيحط الكريبتو بتشتغل عليه؟ وضح سؤالك. قصدي هل انا اقول خطوه اللي هو اقول له ماتريكس ماي ماتريكس My matrix equal new matrix. دي تمام؟ بالنسبة للميموري. اوكي؟ ماشي. احنا قلنا دلوقتي ان البرنامج الاوبجكت اورينتد يحاكي حاجة معينة في العالم البشري بتاعنا. اوبجكت اورينتد والعالم الشرطي برضه بتاعنا اوبجكت اورينتد. ده اوبجكت ده اوبجكت. تمام. طيب مش في العالم البشري بتاعنا كان اوبجكت بيبقى ليهم صفة مشتركة او بعض الصفات المشتركة تمام. يعني مثلا لو انا مثلا بالنسبة لل الفوتوس وكده حيوانات يعني مش ليهم صفات مشتركة مثلا كلر نيم او كده تمام. طيب لو الكلر والنيم والحاجات دي مش كلها موجودة في اوبجكت اسمه انيمال يعني اي انيمال ليه اسم وليه كولر مثلا يعني تمام. طيب والكلاب مثلا او القطه برضه ليها اسم وليها كولر وبرضه الفار مثلا ليه اسم وليه كولر. ف كنوع من الخصال في حاجه اسمها انهيرتنس يعني توريث. هعمل كلاس اسمها انيمال هحط فيها ايه؟ هحط فيها حاجات مشتركه الكولر والنيم. شوف دلوقتي نيمو ايج معنى فكلاس اسمها انيمال هو سترينج نيم وانتجر ايج هو فانكشن اسمها سيت نيم وجيت نيم سيت ايج وزيت ايج كرناها من الانكابسوليشن. مفهوم الحته دي؟ يعني كلاس انيمال كده تمام؟ نعمل نيم كويس انكابسوليشن عامل دخل ازاي؟ يعني عامل ايوه هسميه ازاي؟ ستنين. ما تخليش ان احنا في اي حد يبقى ليه حتى في واحد دخل لك اتنين ارقام. ينفع؟ طيب عشان امنع ان الاتنين يخش ارقام هعمل ايه؟ جوه ستنين هقول له ايه اللي دخل لي كام ارقام ما تسميهوش هقول له ايرور. ما ينفعش. تعرف بقى لو ما استخدمتش ستنين وقلت له مثلا انيمال 1 دوت نيم ايكوال اي حاجه ودخلت له ارقام مش هقدر اقول لك عادي. هعمل ارقام دي اسم ليه ومخزن بس ما ينفعش يبقى انيمال اسمه ارقام ما ينفعش. فعشان كده عملت سيت نيم وسيت نيم دي هيبقى جواها كود بيشوف الاسم اللي داخل ده ارقام ولا اسم فعلا. فلو كان اسم فعلا هيخزنه هو ليه. لو كان ارقام هيقول لك ايرور ما ينفعش داخل ارقام. دي فايده سيت نيم. اوكي جيت نيم بقى يعني عشان ما خليش اي حد في اي مكان يقرا الاسم ولو كان اسم كذا كذا ما يعرفوش يعني شويه حاجات كده تعض كده سيت نيم اسم داخلي اصلا وحط قيود عليه تمام. فده انكابسوليشن برايفت وبعمل سيت نيم وجيت نيم عشان اتعامل مع الحاجه برايفت دي كنوع من السكيورتي. هناك ماتريكس كنت محتاج ان انا احول من
بتقابل بالذات من غير قيود. لا انا عندي بقى مش شرط احول، انا هاخد الست مني عشان اشيك هيبقى جوه ايه؟ النيم الداخلي ده او النيو نيم كان ارقام طلع ايرور، لو كان حروف واسم فعلا دخله جوه، يعني حطيت الست نيم كان نوع من التشيك على الداتا. ما تقولش الداتا كده بابليك، النيم ده ما تقولش بابليك كده واي حد داخل اي حاجه. لا هعمل ست نيم وهي اللي هتحافظ لي على النيم بتاعي ما تحطش فيه ارقام. ده اسمه الكابتشن كده خلاص. ايوه تمام. في ايه بقى كده؟ انت بص لو حوالي مثال جيت اثنين عرفت ايمن تمام، جيت اقول له اثنين اكوال ايه؟ لو كانت النيم بتاعتك الحاجه كنت كده ايه غلط اوكي ايه دوت نيم هي طبعا مش ظاهره عشان هي برايفت زي ما اتفقنا تمام، بس نقل ان هي كانت ايكوال دوت نيم ايكوال وانت مديله كده واحد وثلاثه ينفع الكلام ده؟ بقى في حاجه اسمها واحد وثلاثه ما ينفعش كده، ده غلط ما ينفعش تقبل اسم هاني من هو يبقى ارقام. انت شايف ان الضرب كود دي ودي تقدر تدخلها دي ستريم يعني عملية تقليل فاخش من الحب في النية واحدة وثلاثة عارف انا دخل انت بقى وطلع انا انت لو شفت الدور يلا النيم بتعرفها ان هي اثنين وانت بتدخل هو دي انت ازاي؟ ما ينفعش تخلي جواها ارقام احط فيها الضرب كود كده بقى دي ستريم وهيعملها زي ايه؟ تكست يعني. بس ده لو كان مش انكابسوليشن وما تعرفش خالص الكلام ده هينفع وهتخزن واحد اثنين ثلاثه في الاسم. بس طبعا ده غلط 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 لوجيك غلط لوجيك تمام؟ اعمل ست نيم وادخل له ايه مثلا؟ اوكي؟ هنا مثلا عادي هيقول لك نيم ايكوال نيم نيم. لو عايز بقى احط قيود او ايه مثلا ارجو نيم نيم دوت كونتينز ارقام يعني فانكشن كونتينز دي حاجه جوه السترينج، قول لو السترينج دي كان جواها ارقام طلع ايه؟ لو ما جواهاش ارقام نيو نيم قصدي نيم ايكوال نيو نيم، النيم اللي هو بتاع الايمن ايكوال نيو نيم ده اللي عندي بتاعي، اما لو كان فيها ارقام يعني كونتينز ارقام لو كان جواها ارقام ما يقبلش. طب لا انا هروح على الايمن لا مش اصلا مدينة يعني انا حولها الاول ان هي تبقى انتجر وشوف الفرق بتاعها. لا بص فوق هنا انا مدخله ايه؟ انا مدخله ستريم فمش هيعترض اللي هو كان واحد اثنين ثلاثه انا مدخله ستريم عادي فمش هيعترض هي واحد ثلاثة بس هيعملها في الدين يعني الواحد ده ايه؟ مش اخر كود يعني مش اخر كود ما اعرفش 41 ده ايه؟ ليك سيستم ف
السترينج دي يا جماعه اللي هي بنقول عليها دي كلاس. يعني انا بقول عندك اوبجكت اسمه نيم نوعه سترينج، يعني نوع الكلاس بتاعه سترينج، بس هو هنا تعريف اوبجكت مختلف شويه، بس هي السترينج والانتجر والحاجات دي اسمها بريمتيف داتا تايبس. يعني داتا تايبس مش محتاجه كلمه نيو عشان تفهم، تمام؟ هو ده برايفت سترينج نيم على طول، يعني اوبجكت اسمها نيم دي فانكشن جوه الكلاس بتشيك هل السترينج ده او النيم بتاعي ده جواه حاجه اللي بين كونتينز ولا لا. دي فانكشن كونتينز لسه فاهم، تمام؟ اوكي فده انكابسوليشن كده خلاص انيمال، تمام؟ في اي مشكله؟ اي حاجه مش موجوده فيها؟ بص ما جربتش، ممكن نجرب تاني. اوكي. طيب بص خلينا نحكم ونجرب. فكده خلاص انا مثلا نيجي بقى لكلاس كي. اوكي. كلاس الكي في العالم بتاعنا، في العالم بتاعنا اللي فيه. كات هي ايه؟ يعني بأخرى بس تمتلك ايه؟ تمتلك انيمالز، تمام؟ وفيها صفات من صفات الانيمالز زي النيم والايش، تمام؟ طيب انا لو عايز اموديل اللي هي الكات اللي عندي في العالم بتاع البشر، عايز اموديل اعمل لها موديل في اوبجكت اوريتد بروجرامينج، لازم اقعد اكتب نيم وايش وكل الصفات اللي موجوده في الانيمال. طب ما انا عندي كلاس اصلا اسمها انيمال فيها النيم والايش. طيب على البشر الكات بتنقل او بتنقل الصفات بتاعه النيم والايدج من كونها انيمال، فانا هعمل ده بالظبط هو مش طبيعي. انا عملت كلاس اسمها انيمال فيها النيم والايدج وشويه فانكشن بتتعامل معاهم، تمام؟ هاجي اعمل كلاس اسمها كات بتنقل من كلاس انيمال. يعني ايه تورس؟ يعني ايه تورس؟ يعني بتاخد نفس الصفات اللي هي الفاريبلز والفانكشنز اللي موجوده في كلاس انيمالز، يعني تاخد الحاجات دي كده هتحطها في كلاس كي. ده مش هتحطها كوبي بيست، يعني مش هتاخدها كده زي ما هي تحطها، لا هو كده ما عملتش حاجه، ممكن تعمل كوبي بيست عادي. بس ليه ايه بقى؟ يعني ايه؟ مش هتعمل معاك، تمام؟ ماشي. الفاريبلز دي والفانكشنز دي هتنزل زي ما هي بالظبط في كلاس كي. ليه؟ انا عملت انهيرت، دي معناها انهيرت او بتورث منها، بتورث من كلاس انا، تمام؟ فبالتالي الحاجات دي الفاريبلز والفانكشنز هتبقى موجوده في كلاس كي. طب فين هي؟ مش انا ما عنديش، مش موجوده فين نيم وفين ايدج، هي موجوده بس مش ظاهره، هي موجوده واقدر اشتغل معاها واتعامل معاها عادي جدا بس مش ظاهر على الشاشه. طب عايز اتعامل معاها نعمل ايه؟ انا بس هعمل حاجه صغيره اخلي عندي بطل. اوكي ده حاجه بس تعليم يعني صغير. ازاي اتعامل معاها؟ حاجه مثلا اللي جوه فانكشن مثلا سيت تايب اللي هو مثلا كات او كده، يعني هقول له نيم ايكوال حاجه معينه. انا ما اعرف حاجه اسمها نيم فوق، فين حاجه اسمها نيم؟ مفيش حاجه اسمها نيم، انا عندي كفر وطيب. طب فين النيم؟ جه النيم من انيمال. ليه؟ لان كلاس كات بتنهرت من كلاس انيمال، وبالتالي ورثت الايدج والنيم، وكمان ورثت السيت نيم والجيت نيم والسيت ايدج والجيت ايدج ورثتهم. طب هما فين في الكود؟ لا مش ظاهرين على الشاشه، هما موجودين بس مش ظاهرين. اوكي الحته دي ده معنى ان هي ورث، وبالتالي يعني اتعاملت مع النيم اهو انا مش معروف هو، هو موروث من انيمال، موروث من انيمال. اوكي وبالتالي حركه ال على الوقت تاني كويس. هتعامل بقى من ست نيم برضه، ينفع اجي مثلا هنا من الفانكشن دي وانده على ست نيم ست
اثنين يعني انا مش متعرف ما يعني سيف كلر وسيف تايب. حل حالات الاثنين بدون اي مشاكل. تمام؟ انها موجوده بس مش ظاهره على الشاشه. الاثنين بقى ده ايه؟ ده اسمه تمام؟ عرفنا الموضوع ده انا مش بعمل انهرت من كلاس. الكلاس تاني بيورث منه الحاجات اللي موجوده في الفاريبلز والفانكشن. بتبقى موجوده في الكلاس اللي واقف اللي هي كام؟ موجوده كده فينا كده. تمام؟ في بقى الحاجه اللي قلنا عليها بروتكتد اللي قلنا عليها بابليك بروتكتد برايفت. البرايفت بقى البروتكتد ده ظاهر. ازاي؟ اوكي انا دلوقتي معرف خلاص دايما النيم تعريف برايفت نعرف انه برايفت. اوكي حاجه من التشايلد مهمه مثلا في سيت فايل مثلا اي فانكشن يعني هقول له نيم ظاهر عندي مش ظاهر في الليسته ده ليه؟ عشان هو متعرف برايفت فوق تمام؟ هيورثها مش برايفت بس هيورثها برايفت ومش هتقدر تتعامل معاها دايركت يعني كان في مثال بيقولوا ان هي الاثنين موجوده هي برايفت فوق في الايمن واتورثت في الكات بس هي برايفت فوق فاتورثت في الكات مش برايفت بس دي برايفت مش هقدر اتعامل معاها دايركت تمام يعني مش هقدر اكتب نيم كده وغيرت على طول لا ايوه هستخدم الفانكشن اللي هي سيت نيم ليه؟ بص سيت نيم متعرفه ازاي؟ سيت نيم متعرفه بابليك تمام؟ سيت نيم هستخدمها تحت عشان مش قادر اشوف النيم النيم موجود يعني الكات ليها نيم الكات ليها نيم بس ما اقدرش اتعامل معاه دايركت عشان هو موروث من الانمي وبالتالي هستخدم سيت نيم عشان اقدر اتعامل معاه اول سيت نيم اثنين ودخلنا اي اسم هيغير اسم الكات يعني سيت نيم دي طيب احنا ممكن نسمع خطوره احسن عايز اقول حاجه مهمه طيب تمام
لو جيت اقول منين هيقول لي ايه انا مش شايف هي ورا السبوره، فعشان بيقول لي لو عايز تعمل مع منين استخدم ست منين وبيت منين اللي موجودين من قبل. تمام؟ ولما استخدمه واسمي الكلمه بتاعتي دي اس بي او اللي هو ست منين ده اسمي كلمه اس بي، انا بقى هتغير دي ولا دي؟ لا دي دي ولا دي هتغيره؟ لا انا بدل السيستم اي واحده بدل السيستم ولا سيستم دي في الميل مثلا في الميل او في جوه جوه خلاص مثلا اللي هو كده ايه اللي هو انا بدل السيستم دي كان مثلا ماي كات دوت سيستم ميل هغير لي الميل ده ولا الميل ده بتاع كات صح؟ مع ان هو ورا السبوره بس هي ورا شديد كده مش تمام؟ سيستم ميل ده تشوف انا ورا السبوره اوكي؟ ده مش هيغير اللي حصل نوع الجوب شيت كات ولا بقول ماي كات دوت اثنين بعد نفس دي وهشتغل على النيم ده تمام؟ طيب انا لو عايز مش عايز استخدم دوت بس وعايز استخدم نيم وايتش خليهم باينين كده على طول دايركت هنكتب نيم يتشاف ازاي بقى؟ هو انا مش هيتشاف خليه يتشاف ازاي؟ هطلع فوق تعريف في الانيمال مش هخليه دايركت ممكن اخليه بابليك بس في حاجه بقى في السكيورتي في النص كده اسمها بروتكتيف بروتكت ده هتعمل لي ايه؟ حاجه انا مثلا اكتب جيم بص بقى ظهر معايا عادي بس هو المفروض كان جيم مربع ازرق كده صغير كان فيه مفتاح المفتاح ده معناه ان هو بروتكت يعني لو جيت في الميل مش هقدر اشوف بس في جوه كلاسز هقدر اشوف انا اول حاجه واصله بين الببليك والبرايفت اسم بروتكت يعني ما بنستخدمش النيم ايكوال اي حاجه تمام حاجه كمان واقول له نيم برضه يعني اعرف ماي كات ماي كات اللي سيبه من كل ده اوكي اقول له ماي كات دوت نيم هل هيظهر ولا لا؟ مش هيظهر لا بص يعني مندي المندي سبيشال كيس يا جماعه يعني المندي بالكلاس بتاعتها اللي هي بروجرام ده سبيشال كيس غير الاوبشن بتاعتها اوكي؟ ده ممكن واحد ف انا دلوقتي لما كان برايفت هو انيمال لما كان برايفت كنت اكتب هنا جوه الكلاس كات اكتب نيم ما بتطلعش لان هي برايفت في الانيمال وهي موجوده ورا السبوره تمام فبالتالي مش قادر اشوفها جوه كلاس كات بس هي موجوده فتعامل معاها في اثنين جه اثنين تمام اوكي اي اثنين واقول له ماي كات دوت اثنين برضه مش تظهر لان هي برايفت وموجوده ورا السبوره فما ظهرتش عندي في الكلاس تظهر في اثنين طبعا فعشان كده برضه مش هتظهر في اثنين في حل وسط بقى بين الببليك والبرايفت نجرب مثلا الببليك هو خلاص تاني مره في الببليك اوكي كده حاجه جوه ال 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 الكلاس كات واقول له نيم ظهرت عندي ده اللي هي ببليك ببليك وموجوده ببليك يعني هي موجوده في وظيفه ايه؟ كات وظيفه الانيمال وظيفه كل ده وعشان نيم وايش متعرفين بابليك في انيمال في ورثه قدام السبوره عادي بقى نيم وايش وخلاص مش ورا السبوره عشان متعرفين بابليك في كروس انيمال تمام؟ واقدر اعمل معاه عادي واقدر اشوف في الميل يعني نيم ايكوال كذا كذا وشغال حاجه في الميل واقول له ماي كات دوت نيم وشغال عادي جدا مش اي مشكله عشان هي بابليك النيم موجوده في انيمال بتعرفها بابليك اتورث في الكات برضه بابليك مش هيبقى في الكات مش هيبقى في الميل اوكي بروتكتد بقى عايز اعرف جوه بس انيمال النيم والاتش بروتكتد ايه اللي هيحصل بقى؟ نيجي نجرب في جوه بس كات نفسها نكتب نيم ظهر تمام يعني ما بقتش ورا السبوره لما خليت النيم والاتش بروتكتد
الانيمال اتولد بس قدام الطابور عادي يعني موجودين مع ابوه اكنه بابا مش لو كان بابا يتفرج من عادي تمام بروجكت زي بابا في الحته دي بروجكت هينزلوا زي ما هم في الجلاس كان الجلاس الانيمال مش هيتولد طابور طب ما فيش اختلاف عن الطابور الاختلاف عن الطابور من الحته اللي جايه دي حجم مين بقول له ماي كي دوت دي مش موجوده ما فيش مش قادر اشوف منين مع ان هو موجود يعني هو موجود سبعه دول بس اقدر اشوف كل ده الفانكشنز اللي بتتعامل جوه الكلاس بس اجي في المين بره يقول لك ايه النيم ده؟ النيم ده يعني تقدر بروتكتد يعني بره السبوره وقدام السبوره في نفس الوقت او في النص يعني بقدر اتعامل معاه جوه الكلاس بتاعتي وما اقدرش اتعامل معاه في المين عكس الفابليك الفابليك بقدر اتعامل معاه في الكلاس بتاعتي وبتعامل معاه في المين البرايفت بيبقى ورا السبوره في الكلاس بتاعتي ما اقدرش اصلا في المين الفرق بين الببليك والبروتكت والبرايفت اي سؤال في الحته دي؟ البرايفت كده بيقول ان انا كده هنجرب هحتاج البرايفت لا البرايفت استخدام من استخدام والببليك استخدام يعني حسب الاستخدام عايز يتشاف فين؟ جوه الكلاس كان بس ولا جوه الكلاس كان في المين ولا احنا لو ورا السبوره في الكلاس كان ومش هتشاف خالص في المين؟ حسب الاتجاه بتاعك ايه بقى البابليك بروتكت برايفت تمام؟ اوكي دلوقتي في ان شاء الله المحاضره اداره مشروعات دكتور هشام موجود فالساعه دلوقتي 2 ل 10 فشوف الناس هل هي خلاص هنقف عند الساعه 2 وبعد كده نشوف بقى المره الجايه تبقى امتى ولا في ناس ممكن يعني تتقطع المحاضره شويه او كده وبتكمل معاك انا شخصيا ممكن اكمل معاك انا مش هعرف المحاضره طب يا جماعه شوف كده تتفقوا مع بعض وكذلك تتفقوا على المره الجايه هتكون امتى شوفوا هنخلصوا امتى دلوقتي والمره الجايه هتبقى امتى اوكي احنا دلوقتي في لاب 5 فاضل لنا نفس يعني احنا خلصنا 5 فاضل لنا نفس فمين هيقدر يكمل؟ يعني عشان اوكي خلصت لو 10 دقايق ممكن يبقى هنخلص الساعه 2 يبقى كويس يبقى كله هيقدر يمشي خلاص تمام يعني ناخد نفس ونشوف بس نفهم الفرق ما بين البابليك والبروتكت والبرايفت اوكي اوكي ما علينا اوكي فكانهيريتنس كتوريث بشوف حاجه مشتركه في الانيمال باخدها اورثها في الكيس ممكن برضه عملت مثلا الكلاس بتاع دوك تبقى ما او في برضه يورث من انيمال هتلاقي ليه نيم وليه ايتش يعني هو اورثها من انيمال موجوده في برضه اوكي ما هي موجوده في كيس موجوده دوك برضه هي هي فده هيساعدني لو هعمل انيمال وكذا كلاس كلهم يورثوا من انيمال حاجه مشتركه عارفين كمان فاكر اللي هو اخد كده اكس بره مثلا ومخصوص بالظبط كده الاكس بقى اللي موجوده بره هي الانيمال حاجات مشتركه موجوده في الانيمال بتخلي الكلاس اللي انا بسال عليه تورث الكلام ده استفاد ما كان نيم ويتش كده نيم ويتش كده لا عمل الانيمال وخليهم يورثوا اوكي برضه من الصغيرات اللي بتورث مش الفاليوز بس مش نيم ويتش بس اللي بيورث كمان الفانكشن مش تمام؟ يعني بس طيب افرض بقى ان انا العمليه مش فاهم مش فاهم بتتجاب من ايه؟ ممكن نخلي تطبع على الشاشة؟ تمام؟ هجيب لك على الشاشة النيم بتاع الأنيمال. وتظهر بقى كام كات كام دوك كان أي حاجة تنزل على كورس بالفرايد باي أو تنزل على جيت نيم. هي راسك فوق كات دوك ماي كات دوك جيت نيم. هيعمل ايه؟ فمش هتبقى وصل هنا بس زي ما هي هيجي هيقول معاك كونسول دوت رايت باي النيل بتاع مين؟ النيل ده ولا النيل ده؟ انهي اللي هتبقى؟
بتاعك كات ليه؟ لان انا ماي كات دوت باتنين، يبقى النيم اللي هيتابع على الشاشه والنيم بتاعك كات، تمام؟ طيب انا مش عجباني الفانكشن ده ولا اسم الانيمال، مش عجباني يعني ازاي يطلع كده اسم الانيمال من غير نوع مثلا؟ ده مش عاجبني، فحاول ايه بقى؟ في الكات نفسها، بس ايه الطريقه بقى؟ يعني جيب نيم دي اوكي تطبع النيم على الشاشه، النيم بتاع المكان او تطبع على الشاشه، بس انا مش عايز معايا اغير فيها ومش عايز اغير في انيمال، عايز اعمل نسخه مخصصه من جيب نيم لكبس. هتطبع مثلا كالاتي، هتطبع قبل الاسم حاجه ومعامل الجيب نيم، عامل حاجه اسمها فيرتشوال. فيرتشوال يعني ايه؟ يعني بقول انا بس في الكلاس اللي هي الهاوس ميم كتبت جنب اسم فانكشن فيرتشوال، معناها ان هيجي تشايلد في يوم من الايام ويغير الفانكشن دي. اوكي؟ يعني كلمه فيرتشوال قبل اسم الفانكشن بتقول الاتي، هيجي تشايلد بيورث الكلاس دي في يوم من الايام ويعمل النسخه بتاعته للفانكشن دي. اوكي؟ اوكي انا كده عملت فيرتشوال، يعني هسمح بالتعديل عليها في التشايلد. مش تبقى دي بقى زي دي جيت نيم وجيت نيم زي بعض، لا هيبقى ده النسخه المخصصه بتاعتي والنسخه الجنرال. اوكي؟ هتبقى ازاي؟ هو انا في مثال تاني على سيمبلز وكده، لا بس انا المثال ده احسن. اوكي؟ كده عملتها فيرتشوال. هاجي بقى في الكات اللي هي ورثه من انيمال بحجم الايه؟ انا دلوقتي عندي جيت نيم بس مش ظهر، يعني مش ظهر معانا هنا، هي ورثه سبوره بس مش مكتوبه ككود، يعني هي سبوره هي موجوده عادي بس مش مكتوبه ككود، لان هي بابليك الجيت نيم بابليك الانيمال بابليك، فهي اقدر اشوفها واستخدمها عادي بس مش موجوده هنا في التعريف، يعني هي موجوده بس مش باينه في التعريف. يعني لو قلت جيت نيم اشتغل عادي جوه مثلا في فايل بقول له جيت نيم، مش هيقول لا اشتغل عادي، فهي ظاهره وعشان هي بابليك كل حاجه تمام، بس انا عايز اعدل عليها، عايز اعمل سبيشال فيرجن اوف جيت نيم سبيشال فور ذا كات. هتبقى ازاي؟ اقول له بابليك زي ما هي فوق بالظبط، بس بدل فيرجوال بقى حاجه ايه؟ كلمه اسمها اوفر رايد. اوفر رايد يعني اكتب عليه، يعني لما تيجي تدخل على جيت نيم نفض بتاعة الانيمال وشكل بتاعة الكات. اوفر رايت ده بيقول لي الفانكشن الفيرشوال اقدر اكتب عليه، هل هو جيت نيم؟ لو شلت كلمه الفيرشوال اللي فوق انيمال جيت نيم هتختفي. تمام؟ يعني ما اقدرش اعمل اوفر رايت على فانكشن مش فيرشوال. لازم اقول له من الاول في الانيمال اقول له خلي بالك هيجي يوم من الايام شايل او يعني حاجه واسعه من الانيمال وتعمل سبيشال فيرشن بتاعتها. ده معنى كلمة فيرجن. فقال عدى على جيت نيم فممكن تبان الطريقة دي. حاول بقى إيه؟ كونسول دوت بريت لاين اكتب لي كات. This is a cat. تمام؟ والنيم بتاعها هي نيم عرضناها برايت صح؟ عشان كده مش ظاهر معانا هنا. لا اعترف بكده ماشي دوت بس نيم كده هيطبع لي على الشاشه this is a cat وبعد كده اسم الكات تمام. يبقى كده فانكشن جيت نيم دي سبيشال فيرجن بتاعة الكات غير الجنرال فيرجن بتاعة الانيمال. يعني الجنرال بتاعة الانيمال بتطبع ايه؟ بتطبع النيم وخلاص. اما سبيشال فيرجن اللي هي دي بتاعة الكات هتكتب كود دلوقتي this is a cat وبعد كده اسم الكات، مش مجرد تطبع النيم بس. وضحت؟ كده سبيشال فيرجن كده ده اسمها فيرتشوال اوفر رايت. لو مش عجباني فانكشن في الانيمال هعمل هنا سبيشال فيرجن لكات فيرتشوال اوفر رايت. اوكي تمام. اخر مثال بقى دي. اوكي هو كده اربع دي سبيشال كات هنضمها على الشاشه بعد كده اطبع جنبها النيم. بص نيم يعني بص سنتكس عادي يعني. طيب قبل بس ما نطلع المثال ده لازم ايكول
اوكي الكونسول ده كلاس بتعبر عن الشاشه السوداء اللي احنا بنشتغل فيها. انا بقول كونسول جواها فانكشن اسمها رايت لاين بديها تكست معين بتاخد التكست دي تطبعها على الشاشه. اوكي فوضحت المواقع فين فين الاوبجكت اللي بنعمله من كونسول لا هو مش اوبجكت نعمل خلاص نعمل منها اوبجكت عشان نقدر نستخدمها. تمام فين الاوبجكت بتاع كونسول؟ انا ما عملتش كده كونسول كونسول وسميت مثلا كونسول 1 ايكوال نيو كونسول ما ينفعش اصلا. ليه؟ كونسول هي خلاص فريده من نوعها ما ينفعش اعمل منها اوبجكت. هي حد ذاتها اقدر استخدم الفانكشنز اللي جواها زي ما قلت سبيشال كيس. اوكي فحاجه اقول له كونسول ده اسم الكلاس عادي واقول له دوت رايت باي من غير ما اعمل اوبشن. وانا بذكر كونسول دي سبيشال كيس انا ممكن اخلي اي كلاس بتاعتي زي كونسول كده برضه من غير ما اعمل اوبشن انت على الفانكشنز اللي جواها. اوكي بس مش باش مدوره هو اسم ستاتيك عموما بعرف فانكشن هي ستاتيك فانكشن لما اكتب جنب اسمها كده ستاتيك قبل اسمها نستهلك يبقى كده اقدر استخدم الفانكشن دي في اسم الكلاس على طول مثل ما قلت ده بس نفس فعل نستهلك. اوكي فقلت الدراج باي مش عليه خالص يعني بالظبط كده هي الكلاس هي اللي عليك معرفه عليك كونسول ده مش موجود ده بس برضه حاجه سبيشال يعني لو جبت على الفاضي هو فانكشن احنا عاملينها جوه فانكشن اه بس جبت اسم فانكشن كلمه ستاتيك اه كلاس بتاعك ماشي تمام. كنت عارف حاجه من كلاس ار ولا كلمه ستاتيك جبت اسم فانكشن بتاعتي بتوضح ان انا استخدم الفانكشن دي من غير ما اعمل اوبجكت بكتب اسم الكلاس كده يعني بس لو جبت ماتريكس بكتب ماتريكس ان ماتريكس كده جود انفستمنت. الكلام ده ينفع جدا لو كانت انفيرس بتعرفها ان هي بتستهلك جنب الثانيه يبقى خلاص خدنا بس خلاص بس انا مش مهم يعني هو كورسوس دوت رايت باي رايت باي فانكشن ستاتيك بديلها التكست اللي انا عايزها وهي بتطبع على الشاشه. اوكي اوكي الحته بس كلها هذا هو طيب هو بص هو انا بسجل اللي هي الشاشه الكلام ده انا بتكرر الشاشه بتسجل فان شاء الله عملوا ابلود على اتش اس دي اس وكتب حاجه ممكن ايه تشوفها. ف حته بس اللي حصل هنا انا عملت ماين كات تمام تعالى الكوتش بتاعي جدا الرباط كات بتاع انا ماين كات ايكوال ان كات تمام بعد كده بقول مايكل ست ان سميها نفس المسمى بعد كده اقول مايكل ست اتش اثنين اذا هيتغير اي واحده لو قلت ست ايه ده اللي هيتغير؟ ده اللي هيتغير الاتش ده اللي هيتغير ده اللي هيتغير تمام؟ عشان تبقى على ست طيب لو انا هجيب عرفت اوبجكت من نوع انيمال وسميته ايه؟ يعني ما تقدرش اقدر اعرف مش عارف يعني انا اسمه ايه من نوع اني قلت له ايه قلت له اني سميته ايه وايه سميته ايه اني واحد اتغير قال له لا قال له انا هتغير يقول اني اسمه ايه قلت سنتين ما تغير ده سنتين ما تغير ده تمام ده اللي بس كل ده عملت قصدي يعني انا بقى يعني انا بقى نيم ايكوال اسم العيله
فعملنا اوبجكت من انيمال اسمه ايه وسميناه ايه، عملنا الايج بتاعه سي. بص بقى الحته اللي جايه دي، قلت ايه دوت سيت كولر. ايه سيت كولر دي؟ نرجع كده نشوف ان كلاس انيمال في حاجه اسمها سيت كولر، سيت نيم جيت نيم سيت ايج جيت ايج. امال فين سيت كولر دي؟ بص كده ندور هنلاقي في فانكشن اسمها سيت كولر موجوده في كلاس كير. طب ده ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان سيت كولر دي فانكشن موجوده في كير بس هي بتبقى حاجه تانية. دي سبيشال لكير بس مش موجوده هنا في فوق. وبالتالي انا اعرف انا اوبجكت من انا واقول له ايه دوت سيت كولر. هيدور عنده هنا مش عارف اسمها سيت كولر اصلا. سيت كولر دي موجوده في الكير. مش هينفع. وبالتالي الصوت ده برضه ولو عملت رن هيدي ايرور لانه مش حاجه اسمها سيت كولر جوه انيمال. فالعكس لو قلت على ماي كات انه سيت كولر هل فيها مشكله؟ مش هي مشكله سيت كولر موجوده. انا عامل كات وانا على سيت كولر مش هي مشكله. اوكي؟ بس مش على اسم واحد. اوكي لو انا في مثال مختلف شويه عامل كلاس اسمها شيب. اوكي؟ بالظبط الصفات المشتركه في الشيب زي الكلام والاريا والبريمتر. تمام؟ وبعد كده والديسبلاي اريا والديسبلاي بريمتر حاجات كده. وبعد كده حملت كلاس اسمها ستيتمنت. اوكي؟ الستيتمنت دي هي حاجه سبيشال بتاعتك اللي هي ايه؟ الريجس. الريجس مش موجود في كل الشيب. هل المربع ليه ريجس؟ لا. بس وبالتالي الريجر ده حاجه سبيشال للسيرفر، وبالتالي عرفت ان هو موجود في السيرفر. تمام؟ ومعاه فانكشنز برضه اللي هي سيت ريجرز وبيت ريجرز. هل ينفع اقول سيت ريجرز وبيت ريجرز للشيب؟ معناها الشيب ده انا ممكن اورس منه ريكتانجل، ممكن اورس سكوير، رومبس، كل الاشكال، وهم ما فيهمش ريجرز. طب ليه احط الريجرز حاجه كومن فيهم؟ مش قلنا اللي هي الفانكشن اللي هي كلاس كبيرة زي نايمة كده أو شيء في المثال بتاعنا دي فيها حاجات كومن فاكتور. طيب ده مش هتحط ريد اكس كومن فاكتور اللي هو سبيشال لحاجة للكلاس سيرفنج بس. اوكي فعندي حطيت الكلاس سيرفنج هي طبعا انهيرت من كلاس شيب. انهيرت من كلاس شيب فيها ريدس وفيها سيت ريدس وبيت ريدس وديسبلاي اريد وديسبلاي اريد. اوكي اللي حصل ايه؟ كلمة فيرشوال كلمة فيرشوال معناها ايه؟ لو انا عملت اوبجكت من شيء انا عملت اوبجكت من سيرفر سميته ماي سيرفر وبعد كده ايكوال يو سيتي عملت اوبجكت من سيرفر سيرفر بس انا ماي سيرفر دوت سيت ريديوس هيروح عن سيت ريديوس وينفذ ريديوس ايكوال نيو ريديوس. تمام؟ وبعد كده هقول له ديسبلاي اريا ماي سيرفيس دوت ديسبلاي اريا هيروح يكتب انهي واحده بقى؟ ديسبلاي اريا اللي موجوده في الشيب دي ولا ديسبلاي اريا اللي موجوده في سيركل؟ ليه؟ بالظبط. طيب وانا سميت ديسبلاي اريا في سيركل مع ان عندي ديسبلاي اريا فوق ده انا عملت كلمه فيرشوال واوفر رايت بقول له ان السيركل دي ليها سبيشال فيرجن. سبيشال فيرجن دي الديسبلاي اريا بتاعت السيركل دي سبيشال فيرجن للسيركل بس تختلف عن الجنرال بتاعت الشيب كشيب يعني بص سو جنرال يعني كونسول اريا كلمه اريا كلمه اريا انما هي السبيشال فيرجن بتاعت السيركل. بص موضوعي اريا ايكوال باي ار سكوير وبعدين الرايت باي الاريا ار تساوي كام؟ دي السبيشال فيرجن اللي هي سيركل. طب لو رحنا شفنا تحت السكوير يعني عملت كروس اسمها سكوير بتورث من كروس شيب الديسبلاي اريا بتاعتها هتبقى عامله ازاي؟ فانكشن ديسبلاي اريا هتبقى اريا ايكوال لينث اوف ويث. تمام؟ فهتختلف عن بتاعت انها سيركل. فكل واحده فيهم سواء سيركل سكوير ريكتانجل هي السبيشال فيرجن بتاعتها بفانكشن ديسبلاي.
تمام؟ اوكي. في اي فرق تاني؟ طيب هو كان في بعض المحافظات بس طيب مفيش وقت، فلو حد عنده اي سؤال يقدر يسأل. معلش استاذنك، طب هنجاوب الاسئله بعد ما تحدد الاول المره الجايه تبقى امتى، ولا نخليها نبعت لهم الايميلات لما تحدد حسب وقتك؟ شفت معاهم بسرعه، خلي معلش اسئله بعد ما نبتدي. طب اوكي، انا عايز اعرف حاجه، هل النهارده الناس تقدر تطبق عليه وتشتغل وتعمل برامج وتعمل موديلنج حاجات موجوده في الطبيعه، تعمل موديلنج برامج الناس تقدر تشتغل كده؟ بص انا سجلت الكلام ده كله، هنظبط الموضوع ان شاء الله في خلال يومين ثلاثه هيكون عندكم ان شاء الله، يكون على السايت. دي التشكيل بتاع الشاشه البرامج وكده يعني هيتبع عليه شاشه ان شاء الله. ف يعني لو الناس ممكن تشتغل يبقى مش مره كمان، يعني مره كمان هيبقى فيها توكيل على حاجاتي، هيبقى فيها حاجه مبدا كمان من الريتوريك النهارده، الكابسوليشن وانهيرتنس. الكابسوليشن اللي هو حط حاجه في الكابسوله، وانهيرتنس اللي هو توريث. في مبدا ثاني اسمه بوليمورفيزم، هو لا يعني هو استخدامه مش كتير بس هو بيضيف ذكاء اكتر للاوبشن اللي هو بيعمله. فلو تحب ناخد بوليمورفيزم يبقى ناخد مره كمان ان شاء الله. ايه رايك؟ اللي عايز المره الجايه ان شاء الله يبقى بوليمورفيزم هو، اللي في المره الجايه ان شاء الله ايه رايك؟ طيب اوكي، يبقى ممكن ان شاء الله تحدد معاد على السايت ونحط مره فيها مراجعه على الكلام ده، وناخد كمان البوليمورفيزم بس. شكر خاص لبشمهندس احمد جلال، شكر خاص لبشمهندس احمد جلال من رابع حاسبات على السيشن الجميله. يا ريت الناس اللي مش مسجله معانا، اللي ما كانتش مسجله النهارده في الكورس، يا ريت يبعتوا للبشمهندس معتز او البشمهندسه غابه الايميل بتاعهم عشان نقدر نرد عليهم ونبعتهم الميعاد الثاني ان شاء الله. السيشن النهارده ب 6 جنيه وارجو ان تكونوا يعني استمتعتوا واستفدتوا. شكرا.